يعطيكم العافيه يا اخوان. بس حبيت اليوم اطمن عليكم. كل الشكر والتقدير لاخواننا بمراكز العمليات وبالميدان. اهم شيء بالنسبه لنا خدمه المواطن وكيف نحن بنقدر نشتغل بروح الفريق من كل مؤسساتنا حتى نحمي المواطن من اي شيء خلال هاليومين ثلاث ايام. وانا بتمنى انه الشباب يلعبوا دور اكبر واكثر بالاصلاح السياسي. وحابين نشوف الشباب. من خبرتي اخر كم سنه شفت تشكيل احزاب من وراء اشخاص. وللاسف الهدف انه الحزب الي كشخص، لا، بدنا حزب وطني ببرامج سياسيه اقتصاديه اجتماعيه. وهون انا اعتقد انه الشباب راح يساعدونا بتغيير المفهوم.